ما تحرموش بقية شباب المحافظة وحتى الشباب الصغير والشابات الصغيرين، فهموهم ان ده جميل قوي ان احنا كلنا نعمل حاجة حلوة لبلدنا ونشتغل عليها. شوفوا المنظر بقى عامل ازاي بيكم، شايفين المنظر بقى عامل ازاي بيكم، ونقدر نعمل اكتر من كده بكتير. متشكر جدا، مش باسمي بس، باسمي وباسم كل المصريين متشكرين، وبرضه باسم المحافظة بنشكركم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين ومبروك. ألف مبروك. اتفضل. مجموعة المعدات ديت ممكن تكون غالية شوية، بس احنا هدفنا ان الطفل المصري يكون بيفكر ويعمل اللعبة بنفسه وعلى طريقته الخاصة، مش ان هو يروح يشتري عربية ويلعب بيها، لا، احنا يختار العربية ويتسلى بيها وفي نفس الوقت تبقى الحاجة اللي هو عايزها. طب برضه بتتكلم كمان يا محمد؟ تتكلم يعني احنا صراحة جابونا معدات، جابونا المعدات 50,000 جنيه من التحول الرقمي. من التحول الرقمي. طيب. بس المعدات اكتر من كده بكتير عشان عالم التكنولوجيا وكده، بس احنا جمعنا شوية معدات وعملنا منها حاجة.